أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه، فقلنا: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه حديث عهد بربه تعالى. أنس رضي الله عنه يذكر لنا سنة فعلية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل المطر، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يقصروا في نقل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر من أموره، فهم الأئمة العدول رضي الله عنهم. ولولا الله ثم هؤلاء الصحابة ما وصل إلينا العلم الصحيح جيلا بعد جيل، ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهم الأئمة العدول. فتبا لأولئك الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يعرفوا قدرهم، فإن من قدح في الصحابة فإنه ولا شك سيقدح في الدين، لأنهم نقلت هذا الدين رضي الله عنه.